بساحة 30,000 متر انطلقت فعاليات المعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، والذي يقام لأول مرة على أرض مصر لمدة 3 أيام، ويعد من أكبر معارض الصناعات الدفاعية على مستوى العالم. في حضور دولي كبير، عدد كبير من الشركات، عدد كبير من الدول مشاركة، الوفود من دول كثيرة في العالم، ومستوى التمثيل بتاع الوفود مرتفع جدا، وعدد الوزراء كبار كتير. المعرض ان شاء الله ده اول معرض، انما احنا كنا بنستهدف انه هو يولد عملاق، يعني يبقى على طول ياخد مكانه بين المعارض الدولية الخاصة بالصناعات الدفاعية والعسكرية. لما بنشترك في معارض خارجية بنبعت حاجات يعني بسيطة، دي بتدي فرصة بقى لمنتجاتنا انها يبقى فيها معرفة بمنتجاتنا، وممكن نبيع وممكن نسوق وممكن نوقع عقود. يعد المعرض من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك 373 جهة عارضة من 41 دولة، إضافة إلى أكثر من 10,000 زائر. كما يتضمن المعرض برنامجا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات. والله المشاركة أتت أساسا بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في للمشاركة بمنتجات المؤسسة، وكان لنا يعني نصيب الأسد في المساحة، بحيث أنه أكبر جناح في المعرض، يشتمل على آلات التدريع، الطائرة بدون طيار، ذخائر خفيفة وثقيلة، أسلحة، وأيضا أجهزة الاتصالات التكتيكية. مشاركتنا تعتبر مشاركة استراتيجية بالنسبة لهذا المعرض، والمعرض بشكل عام الحمد لله يعني منظم ومرتب، وخاصة يعني المشرفين والعاملين على تنظيم هذا المعرض يستحقون الثناء والشكر. أما بالنسبة لحجم المعرض، حجم المعرض، الشركات المشاركة، شركات متنافسة في التقنية الجديدة، في التقنية من كثير من دول العالم موجودة هنا. يتضمن هذا الحدث معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح، إلا أنه من اللافت ما قدمه الجناح المصري من منتجات الإنتاج الحربي لعرضها أمام العالم كفرصة جيدة للتسويق. المعرض ده كله ده منتج محلي 100%، فرصة كويسة لأن الناس تعرف أن وزارة الإنتاج الحربي بتنتج إيه. إحنا عمرنا ما كنا بنعلن عن إحنا بنشتغل في إيه كمنتج حربي، ولكن بما أننا دلوقتي عملنا معرض دولي فإحنا هنقول إحنا بننتج إيه. إحنا بننتج في مجالات متعددة، مصر فيها منظومة تأمين عسكري من خلال القوات المسلحة بكل مستوياتها لغاية مستويات العمارات الرئيسية وبعض أعمال التصنيع، وبعد كده في وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، دول ذراعين التصنيع العسكري جوه مصر، ودول بيدبروا مجموعة كبيرة من احتياجات القوات المسلحة. انطلاقة قوية لحدث استثنائي يمثل فرصة لتبادل الخبرات في أهم مجالات التسليح والأمن بين دول العالم، كما يعكس أهمية الدولة المصرية ومكانتها بين الدول.